شاعر كبير. الله. كبير كبير كبير. الله. قد يكون البعض أو قد يكون نختلف أو قد هواي ناس يقولون مثلا عندي خلاف وياه، قد يكونون يعني بصراحة خلي أحكي، ناس قد يكونون يحكون على أستاذ سمير ويقولون هاي، لكنه أكو يجب أن نعزل الشعر عن الخلافات الشخصية. بالضبط، نجرد الإبداع. حلو، يجب تجريد الإبداع. حلو. هذا الرجل أنا مسؤول عن كلمتي إلى فضل على الشعر الشعبي العراقي. حلو، لكن البعض يعتبرون سمير مدرسة. حصرت المدارس بثلاثة. نعود الموضوع المدارس، أنا ليش قلت لك ثلاث مدارس بالعراق؟ وليش قلت سمير الصبيح إلى فضل على الشعر الشعبي؟ السؤال يلا حجاوبهم جواب واحد. مدرسة كاظم إسماعيل قاطع امتدت سنوات بس ما حد كتب عليها، ما حد حيا هاي المدرسة. حلو. الكل كانت تكتب يعني الصورة والش اسمه. لا، كان تعرف أسلوب الشعر مولي مدرسة كاظم إسماعيل قاطع. اللي أحيا مدرسة كاظم إسماعيل قاطع وكتب الصورة هو سمير صبيح، وهسه 90% من الشعراء. حلو. يكتبون على مدرسة، يعني هو نقول أشطر طالب بمدرسة كاظم إسماعيل قاطع. لا، قد يكون الشاعر الطالب الوحيد اللي عاد مجد مدرسة كاظم إسماعيل. حلو، لكن مو مدرسة. لا، ما يكون بعد مدرسة. لأن قلت لك هو مدارس. كتب يعني هسه إذا تشوف أنت عفوا خلي أكمل. حلو. حتى لا تعتبر أساءة. إذا تشوف قصائد سمير راح تشوف قصائد الصورة، قصائد يعني بنفس كاظم إسماعيل قاطع. بنفس كاظم إسماعيل قاطع. جيد جدا. الآن أنت تحدثت عن موضوع جدا جميل، أنه نجرد الإبداع عن موضوع الخلافات الشخصية. سمير صبيح يقدم برنامج يعني يهتم بالشعر الشعبي لأكثر من سنة، يعني سنوات طويلة. شو وقت نشوفك ضيف في برنامج سمير صبيح؟ تشوفني ضيف من يعني الظروف تسمح. يعني سمير صبيح مقدم برنامج، انت احنا قلنا نجرد ها الشعر عن ما حوله. انت جاي تخاطب سمير صبيح المقدم، انا سمير صبيح المقدم ها، ليس سمير صبيح الشاعر. سمير صبيح الشاعر. حلو 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 حلو، خلينا نحكي عن المقدم. حلو. سمير صبيح المقدم ما استطاع، ما وجه لي دعوه للبرنامج طبعا. عده قد يكون قلت لك، لانه يختلف عن سمير صبيح الشاعر. ما وجه لك ابدا؟ ابدا ما وجه لي دعوه. بدايه البرنامج، منتصف البرنامج، لا ما وجه لي اي دعوه الى اراءه، لان هو قلت لك مقدم، هو مو سمير صبيح الشاعر. الان نتحدث عن سمير المقدم البرنامج. بالضبط. حلو. مقدم البرنامج. ما ملتقين فد يوم؟ لا، ملتقين هواي. ما من خلال المهرجانات قراءاتك؟ اي ملتقين. يعرفك؟ شو ما لا، حقيقه اي حقيقه طبعا يعرف. وما انفتح موضوع انه تجينا ضيف؟ انت تعرف انا اصلا، هو انا اصلا قليل الظهور باللقاءات. نال، انت ماده دسمه بالشعر. الله بالشعر يحفظ. ماده دسمه البرنامج. اريد افتهم السر. اليوم احنا واصلنا انه اكو محاربه من قسم من مبدعي العراق وشعراء العراق لبرنامج سمير صبيح، يرفضون انه يظهرون معاه ويشترطون انه لازم يكون البرنامج كذا او يكون على الهواء مباشره او هيجي امور. فاريد افتهم، انت ضمن هذا الموضوع انه ما تظهر الا بالتسجيل المباشر؟ أنا اصلا ما قدمني استاذ سمير صبيح اي دعوه لهذا البرنامج. حلو. في حال تقديم دعوه من سمير صبيح لنائل مظفر، تلبي هذه الدعوه؟ هسه هذا في بحث اخر. هذا يعني هو هي دعوة لبرنامج شعري. اي لا، مو اني من اقول لك بحث اخر، لانه يمكن انا توارد الجزء الاول ما حضرت. بالجزء الثاني. بالجزء الثاني حضرت. حلو. مو يعني الموضوع يحتاج الى بحث. بالضبط، بحث يعني. حلو. البرنامج، اما انه يعني قد يكون سبب انه ما دعاني، احد الاسباب اللي ذكرتها سمير صبيح المقدم يشوف اكو ناس تحارب يعني ما تقبل، فهو بنا بحث انه انا ما راح اشيل لك ما وصلني. حتى ايضا اذا اكو غير كلام نفنده. يقال في المرحله اللي سمير صبيح حكى على ايهاب، وايهاب رد بقصيده على سمير صبيح. في حال انه سمير رد على ايهاب، كان اكو ثلاث شعراء من العراق، من اهم شعراء العراق، كانوا جاهزه قصائدهم هجاء لسمير صبيح في حال الرد على ايهاب المالكي.
اقول اخوي الله الله خير عليك، احنا عندنا جيش وكتائب وفي حال رد موجهه للصواريخ ترى ماكو ماكو اي شيء. انا 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 ما اقدر انفي او او اقول ايه لانه بس هي شغله تضحك. يعني هي من مجموعه شعراء قالوا انه نائل صار في صف ايهاب مصر في حال تطور الموضوع. انا شاعرين كبار ما يختلف اثنين على هذا ما الموضوع يختلف. انا اجاني ايهاب في خضم الحدث، اجاني للبيت للبصرة الساعة الصبح، خابرني ايهاب قال لي نائل اكو فد هيك شيء، قلت له يعني هاي عديها يعني او اقف، قال لي لا انا جايك. فالظهر الولد قلت له لا ترد احس انا قلت له بكيفك انا خلي اكمل عديها لا خلي وفرق بين عديها وفرق بين انا حتى لا اكون انا لا انا اعطيته الخيار لانه هو يعني اجاني الولد للبيت وكان وياه مجموعه ايضا ثلاث شعراء يعني تقريبا اكو اكو شهود حلو. موجوده القضيه قال لي نائل هاي هيك حاكي علي وهاي. قلت له يا ابا بصراحه انا يعني ما اقدر اقول لك رد ولا اقدر اقول لك يا ايهاب لا الجرح مو جرحي صحيح. ها هسه لو سالتني علي انا يجوز ما ارد ها حلو. اما انت مشاعرك واحاسيسك هاي احاسيسك يعني انت تريد انه مثل ما تقول احنا مثلا ما اريد الشغله تتوسع وهاي ما ترد، اما انه شوف جرحك كبير ترد. وعلى العموم بصراحه